بسماء القديس ساطع بين المؤمنين حبيب فدنا الأمين بنيوت فكراس يقول بمو القديس كاتب السير النفيس عن أبا كرس القديس بنيوت أبا كرس جاء صوت من السماء فقم يلب النداء ويبحث في الصحراء بنيوت أبا كرس وصل إلى المكان ليرى وجه هذا الإنسان ويكتب السير بيمن بنيوت أبا كرس تركت الشهوات واعتزلت العالم حبا في رب القوات بنيوت أبا كرس بجهاد المنسحقين عشرات السنين أصبحت من السائحين بنيوت أبا كرس عشت كمثال الطغمات تسبح رب القوات بالصوم والصلوات بنيوت أبا كرس الشياطين حربوك وبملك أخيك ذكروك لكي ما يتعبوك بنيوت أبا كرس بمحبة إلهية وحياة روحانية دشنت البرية بنيوت أبا كرس تكلمت مع القدوس يسوس بخريستوس عن حياة الفردوس بنيوت أبا كرس نلت نعمة الأنبياء وصداقة الآباء والمدح من الأبناء بنيوت أبا كرس حفظت المزامير في طقس عظيم منير لتسبح الرب القدير بنيوت أبا كرس يعظيم بين القديسين يا حكيم بين السمائين بجهاد المتوحدين بنيوت أبا كرس رأيتك السائحين عمود صاعد للسمائين رئيس المتوحدين بنيوت أبا كرس السلام للقديس الأمين الشافيع في الخاطئين اذكرنا في كل حين بنيوت أبا كرس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي لم بكرس أعنا أجمعين بأنا خوف